أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي بكم من جديد لنستكمل الحديث عن فيلم جديد من أفلام اللغة العربية، وهو فيلم من القسم التراجيدي في الأفلام المطلوبة لدراستها، وهو متوقع على العموم أن يأتي بهذه الدورة القادمة لأنه سبق لم يأتي في الدورات السابقة. نقول طلابي كقولنا في الموضوعات السابقة للأفلام، يجب عليك أن تركز على الكتابة من 300 إلى 400 كلمة، مراعيا شروط الكتابة التي أنت تعرفها والتي تم إطلاعك عليها وإرسالها إليك، والعمل معك بناء على هذه المعايير، منها الخط، اللغة، الأفكار، عدد الكلمات، التوسع بشكل المقال، استخدام علامات الترقيم. هذه من أبرز النقاط المهمة في عملية التقييم للكتابة. طلابي، فيلم زوج جت رجل مهم هو من الأفلام المهمة والذي يعالج قضايا مهمة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية بشكل عام، ولكن دعوني أقول لكم بأن الممثل أحمد زكي وشخصيته في الفيلم العقيد هشام أبو الوفا ميرفت أمين، والمعروفة بشخصيتها في الفيلم بمنى زوجة العقيد، وهناك جارة منى، والد منى، ومساعد وزير الداخلية، مدير مباحث أمن الدولة، ومدير أمن الميناء، كل حسب ترتيبه، ومسؤول كبير في الدولة آخر غير معروف لا من الاسم ولا من الشخصية، وإخراج المخرج الكبير محمد خان، وكتابة وتأليف حسن شاه. هذا الفيلم تم عرضه عام 1988، له العديد من الموضوعات، حيث يتناول موضوعا هاما وجريئا، وهو مفهوم السلطة، وعلاقتها بالفرد، أي أنني إذا كنت صاحب منصب وكيف يكون هذا الكرسي وهذا المنصب على الفرد وعلاقته معه. مع العلم أن الأفلام التي تناولت مثل هذه المواضيع السياسية الجريئة قليلة جدا، بل نادرة في السينما المصرية، وذلك لحساسية هذا الموضوع بالنسبة للرقابة والنظام بشكل خاص، وحتى الأفلام القليلة التي فعلت ذلك تناولت السلطة من ناحية السياسة المباشرة وأغفلت النواحي الاجتماعية والنفسية. هذا عكس ما فعل محمد خان بإخراجه لهذا الفيلم، لذلك فإن زوجة فيلم زوجة رجل مهم يتميز بأنه أبرز هذه النوعية من الأفلام، بل أهمها، وذلك لابتعاده عن الطريقة المباشرة في طرح الموضوع وعدم لجوئه إلى الرمز في نفس الوقت، لأنه رأينا في بعض الأفلام هناك رمزية في التعامل، ولك بفيلم الكابتن أبو الرائد، فيلم أريد حلا، هناك رمزية، فيلم الأيدي الناعمة هناك رمزية في التعامل. طلابي، هذا الفيلم هو يعني من الأفلام الجميلة للمشاهدة، ولكن يعني أراد أن يظهر العقيد هشام بأنه صاحب منصب، وأنتم تعرفون أن المناصب لا تدوم، وأن الكراسي لا تدوم لأصحابها، وإنما الذي يدوم هو التعامل الجيد، وهو الأخلاق في التعامل، ويدوم المحبة، ويدوم الألفة، وتدوم السمعة الطيبة إذا ما كنت صاحب كرسي، وهنا أقصد بالرمزية الكرسي السلطة والمكان الذي أنت عليه، بحيث أنك لا تظلم ولا تظلم إذا كنت صاحب قرار ذات يوم. ولكن هذا ضابط المباحث هشام قد ظلم، وكان ظلمه واضحا في الثورة التي قامت في مصر، حيث أن هذا الضابط مع عدد من الضباط قاموا باعتقال عدد من الشباب والعمل على تعذيبهم دون تهمة موجهة ودون أن يكون الأمر واضح، مما أدى بوصولهم إلى المحاكمة وإيذائهم في الوسط الاجتماعي الذي كانوا يعيشون فيه، مما أدى بعد انتهاء الثورة إلى تدخل عدد من المسؤولين والحقوقي الإنسان وغيرها، أظهر وأبرز أن هناك ظلم في التعامل مع هذه الفئة من الشباب بمظاهراتهم ومطالبتهم للحقوق وغيرها،
أدى إلى إحالة هذا العقيد وهذا الشخص المتزمت المتكبر، سميه ما شئت حسب مشاهدتك للفيلم وقراءتك، إزاحته عن وإحالته للتقاعد مبكرا من عمله مع بعض الأشياء التي القانونية التي تعاملوا بها معه، مما أثار جنونه وأثار حقده على المجتمع كافة. ولكنه لم يقتنع بأنه تم إنهاء العمل مع الدولة وإحالته على التقاعد، ذهب واشترى مركبة واستأجر سائقا يقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به كل يوم، يخرج في الصباح يذهب ويطوف في الشوارع وفي نهاية الدوام يعود إلى بيته، مما يعني أدخله بحالة نفسية وأدخل الأسرة. وكان سيء التعامل مع زوجته، فظا غليظ القلب، يضربها يهينها إلى آخره من الأشياء التي أنتم سترونها، ومما أدى إلى وصول وتدخل العائلة، تدخل والد منى لهذه حل هذا الإشكال والوصول إلى حل مع هذا الشخص. بهذا الطريقة عند تفاهمهم مع بعض، هو لم يتحمل الكلام الذي وجه من والد منى زوجته، فورا أشهر السلاح عليه وأطلق النار، مما أدى إلى قتله. وبعد ذلك لم يكتفي بقتل والد زوجته، وإنما أيضا أطلق النار على نفسه، ففارق الحياة بظلمه وخيره وشره، وبذلك يكون قد انتهى الفيلم وما به من موضوعات. هذا طلابي مجمل الحديث عن فيلم زوجة رجل مهم، راجيا لكم يعني مشاهدة ممتعة وكتابة ممتعة أيضا عن الفيلم. دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم طلاب الأعزاء، شكرا لكم أحبتي.